الأطفال ضحايا لذوات الكبار. قد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيان إلى أخطار يرتكبها البالغين بقصد أو بغير قصد، فالحدث يكشف أخطاء الكبار في حق البراءة. لعل أحرج ما يعنيه الأطفال ما يعانيه الأطفال وما ضعف من معاناتهم ارتفاع عدد الأطفال المشردين والمسعفين الموزعين في مختلف دور الحضانة المنتشرة في ربوع تراب الجزائر. السبب في ذلك عدم تحمل الأولياء لمسؤولياتهم تجاه أولادهم، لأنه ببساطة وجودهم ناتج عن دقائق شهوة وطي الشباب أو غريزة شيطانية، الأمر الذي خلف حسب إحصائيات أوردها وزير التضامن أن عدد الأطفال الغير شرعيين في الجزائر بلغ 2400 طفل سنويا دون حساب الولادات الغير مصرح بها. وبحسب قول الوزير فإن ظاهرة الولادات الغير شرعية تضاعفت بشكل مطرد خلال مرحلة سنوات الجمر في الجزائر، وأن عددا من هؤلاء الأطفال من صلب إرهابيين مجهولين. أما عن العدد الإجمالي للأطفال الغير شرعيين فقد قدر ما بين 3000 و5000 طفل متشرد، منهم من يتواجد بالشوارع وآخرين متواجدين على مستوى دور الحضانة، ما بين 10 إلى 15 مركز على مستوى القطر. هذا ما كشف عنه نائب رئيس جمعية الجزائر للطفولة السيد علي بحمان، مؤكدا أن المشاكل العائلية والعلاقات الجنسية الغير الشرعية هي الأسباب المؤدية لتنامي هذه الظاهرة. وأضاف بحمان المراكز المنتشرة عبر التراب الوطني تستقبل سنويا بين 30 إلى 40 طفل يتم التكفل بهم بين 3 إلى 5 أشهر ليتم فيما بعد دمجهم وسط عائلات، موضحا أن جل الأطفال نجموا عن علاقات غير شرعية ولأمهات عزيبات. تعريف مديرية النشاط الاجتماعي. أنشئت مديرية النشاط الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي 471/96 المؤرخ في 18 ديسمبر عام 1996 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10/128 المؤرخ في 28 أبريل 2010. تتكفل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بتطوير وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي للدولة والتضامن الوطني وضمان متابعتها ومراقبتها. أهم مهام هذه المديرية والمتعلقة بموضوعنا هي السهر على توفير الوسائل الضرورية وهيكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة العمومية والخاصة وضمان متابعتها ومراقبتها، والعمل على إعادة إدماجهم الاجتماعي والعائلي. السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال في وضع اجتماعي صعب أو خطر والتكفل بهم. عليه وبناء على ما تقدم، ما هي الحالات أو الأوضاع التي يوجد عليها هؤلاء الأطفال؟ هناك ثلاثة حالات: حالة التخلي، وحالة المعتور عليهم، وحالة الوضع القضائي. الأطفال المتخلى عنهم يكون التخلي أمام المصالح المختصة كمديرية النشاط الاجتماعي من طرف الأم أو الأب أو كلاهما معا. يكون هذا التخلي إما مؤقت أو نهائي. التخلي المؤقت 3 أشهر تمنح فيه العائلة مراجعة قرارها مع طرح مجموعة من الحلول: أولا مساعدة مادية، ثانيا البحث عن عمل، ثالثا الوضع في عائلة مؤقتا. بعد 3 أشهر يعتبر التخلي نهائي. بعدها يحرر محضر التخلي ويشمل مجموعة من المعلومات أهمها السنة والساعة والاسم واللقب وتاريخ الميلاد والولاية والجنسية ورقم بطاقة الهوية. الأطفال المعتور عليهم يوضع هؤلاء الأطفال في مراكز الرعاية من طرف الشرطة أو الدرك الوطني، وهم الأطفال الذين يتم العثور عليهم في الشارع في بعض الأحيان في صناديق أو أغطية على الأرصفة. يأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ويوجه طلبا إلى سيد قاضي تحقيق الأحداث، هذا الأخير الذي يأمر بتحديد سن الطفل من طرف طبيب مختص، ويكون التحديد مميز، تاريخ ميلاد مميز كأن لا يذكر اليوم ويكتفي بالشهر والسنة، ناهيك عن شهادة طبية يثبت فيها الحالة الصحية للطفل، مع الملاحظة أن محضر تحقيق البحث يبقى مفتوحا حتى بعد بلوغ الطفل سن الرشد إلى حين إيجاد والديه.
لقاضي تحقيق الأحداث صلاحية وضع الطفل في أسرة في حالة ارتكاب الأم جريمة منافية للنظام العام والآداب العامة المصنفة كجناية، أيضا في حالة كون الأم قاصر أو مجنونة أو حالات أخرى كتشتت الأسرة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. الإشكال المطروح في هذه الحالة طلب كفالة مقدم إلى مديرية نشاط الاجتماعي يتم رفضه بينما يقبل به السيد قاضي التحقيق، فعلى أي أساس تم الرفض على أيه تم القبول؟ دراسة إحصائية على مستوى ولاية وهران حول عدد الأطفال المستقبلين وطلبات التكفل الوطنية والأجنبية مع ذكر عدد الأطفال الموضوعين في أسر. سنة 2009 المستقبلين 135، عدد الأطفال عدد طلبات التكفل 369، المقبولة 141، الموضوعين في أسر 102، 91 على مستوى الوطني، 11 خارج الوطن. مسترجعين 29، المتوفين لا يوجد. سنة 2010 المستقبلين 152، عدد طلبات تكفل 404، المقبولة 151، الموضوعين في أسر 106، 90 على مستوى الوطني، 16 خارج الوطن. المسترجعين 40، المتوفين 5. سنة 2011 عدد الأطفال المستقبلين 174، عدد الطلبات 371، الوضع في عائلات 125، 115 على مستوى الوطني و10 خارج الوطن. المسترجعين 38، الوفيات لا يوجد. سنة 2012 المستقبلين 136، عدد الطلبات 372، الوضع في عائلات 92، 76 على مستوى الوطني و16 خارج الوطن. المسترجعين 28، الوفيات 6. سنة 2013 لا يوجد لدينا إحصائيات غير عدد طلبات الكفالة والمتمثلة في 101،